هاني، نطلع نشوف ونرجع نكمل مع حضراتكم. الحمد لله طبعا يعني مكسب مهم جدا، اللعيبه كلها كانت مركزه ان احنا يعني الحمد لله نرجع بميداليه، ما يبقاش زي السنه اللي فاتت. يعني احنا عملنا اللي علينا ولعبنا قدام فرق كبيره، بس الحمد لله يعني اللعيبه دي اثبتت ان هي تقدر ليها تلعب قدام اي فرقه. الحمد لله ربنا كرمنا بمجهود اللعيبه ومجهودنا ومجهود الجهاز الفني والتعليمات وكل حاجه. الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نرجع بميدالية. يعني الحمد لله قليل قوي ان هتلاقي جيل زي ده بصراحه، يعني جيل ما بيشبعش، جيل عايز كل سنه. يعني الحمد لله احنا السنه اللي فاتت خدنا 5 بطولات، بنوصل كاس عالم، بقى عندنا طموح ان احنا نلعب على اي فريق، حتى لو الفريق ده فريق بيلعب في اوروبا، بيلعب في اي قاره. يعني شايف ان كواليتي اللعيبه اللي موجود الحمد لله دلوقتي يعني يقدر يلعب قدام اي حد. يعني الحمد لله نفسنا طبعا نوصل للنهائي، وكان في ايدينا وضيعنا فرص كتير. لو كانت اي فرصه من الفرص دي جت كان يعني شكل الماتش كان هيختلف تماما، بس الحمد لله يعني ده نصيب بتاع ربنا، ما كانش فيه شويه توفيق. احنا يعني بتشتغل وبتعمل اللي عليك، والتوفيق ده بتاع ربنا والنتيجه بتاعت ربنا يعني في الاول وفي الاخر. ف يعني ما فيش نصيب ان احنا نوصل نهائي، فاكيد ربنا شايل الحاجه احسن يعني. فاحنا الحمد لله راضيين طبعا بالمركز الثالث عالم الحمد لله. ما فيش حاجه ولا موضوع ولا حاجه. يعني هو الاجواء بتبقى حلوه بصراحه، يعني اجواء كاس العالم بتبقى اجواء جميله، بتخلي اي لعيب يطلع اي حاجه عنده. الملاعب، التنظيم، كل حاجه كويسه في كاس العالم بصراحه. يعني انا من البطولات المحببه ليا يعني، وكمان بتقدر تلعب كرة حلوة، بتلعب قدام فرق كبيرة، بتخليك تحس ان انت فعلا لعيب كرة محترف، بتلعب بشكل كويس، بتأدي احسن اداء، عايش كرة قدم بس، ما بتعملش اي حاجة تاني. فمن احسن البطولات اللي انا بحبها يعني بصراحة. جمهور بيشجع 90 دقيقة وصوتهم عالي، اللعيبة كلها سامعة صوت الجماهير، واحنا في الماتش بيديك حافز وبيديك كده، بيزقونا ان احنا نعمل حاجه كويسه بصراحه. جمهور الاهلي حاجه جميله يعني بصراحه، يعني بجد يعني نفسي ان دايما تفضل الملاعب في مصر بقى بنفس الجمهور ده ونفس الناس، ونسمع تشجيعهم دايما، وهم دايما بصراحه ورانا في كل حته. بس انا نفسي الماتشات في مصر تبقى كلها متقفله بالجماهير، ما تبقاش عدد معين يعني، بس ان شاء الله قريب يعني.